أحيط المجلس الموقر علما أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تقوم بواحد القافلة طبية ظاهرها إنساني وباطنها يشتم منه رائحة الانتخابات، والدليل على ذلك أنها كتجرى في واحد المنطقة اللي هي مسقط الرأس ديال رئيس هاد التعاضدية اللي هي الام جي با. استماع السيد النائب المحترم تفضل. هاد القافلة دارت بمشاركة أطباء مغاربة وأجانب، ودارت بالمقابل 100 درهم، ودارت بدون ترخيص لا ديال الوزارة ولا ديال استشارة ديال الهيئة، وهذا أيضا استفاد منها أشخاص غير منخرطين. هذا الترخيص ما دار لا للقافلة ولا للوحدة المتنقلة ولا الأطباء الأجانب، وهذا خرق واضح لا للقانون اللي صدقنا عليه هنا يا سيد الوزير 131-13 اللي في المادة 31 كيقول لك إلا بغى شي واحد يدير شي قافلة خاصها الترخيص، وإلا جاو الأجانب هذا واحد من الكوت ديفوار جاي ومشارك في هذا الآخر، وكاين أفريقيا وكاين أجانب اللي مشاركين. إذن أيضا هناك خرق للقانون ديال التعاضديات. سيد الوزير أيضا كان واحد السابقة غير مسبوقة بغات هذه القافلة دار هنا داخل البرلمان، ودار بالمقابل بالنسبة لطب القلب 200 درهم، وبالنسبة للعيون على حساب قال لك النظارات. شوف انت واش بغيت داك الشيء يكون سيني، هادو بغاو يديروا القطاع الخاص داخل البرلمان، ما كانش واحد التحدي للقانون اكثر من هذا. هذا يعني فيه واحد المجموعه من المسؤوليات، فيه مسؤوليه ديال الوزاره ديال اربعه ديال الوزارات، وزاره الصحه اللي كتعطي الترخيص والهيئات التابعه لها، وزاره التشغيل والماليه اللي عندها الوصايه على التعاضديات، وزاره الداخليه كيفاش هاد العمال ديال الاقاليم يسمحوا بهذا الشيء دار في الاقاليم ديالهم، وايضا اذن هادو هما اربعه وثلاثه ديال الهيئات المهنيه. نتمنى ان هذا الشيء ما يتكررش، وخاص واحد المتابعه لهاد الناس اللي كيخرقوا القانون في واضحه النهار، واش كاين من يرضعهم ام لا. شكرا.